الكيش ديالنا صراحه جا واعر لا يعلى عليه، جا خطير وخفيف، حتى الخفه خفيف خفيف صراحه، حيت ما درتش انا الدقيق بزاف ولا هذا. ها نتوما شفتوا، ها هو جا بحال كيكه من الداخل منفوش. شو انا قطعت معكم وحده، جا زوين وبحال هكا الا بغيت ديروا التحريشات بحال هكا مالحين يجوا زوينين بحال هنايا فاطمه صراحه والله حتى جا زوين وزيناه شي تبارك الله. شو والله العظيم الا جا ما شاء الله. ايوا المهم نزينوا المائده ديال الفطور. مرحبا، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذا الكيش مالح سائل ماشي بحال المعتاد. هنا فيها بصله فلفله الزيتون، راه هنا هادو غا شحرناهم ياك، غنديروا معاهم غندير واحد شويه نخليهم باش ما يجيناش داكشي كثير. وهنا غنديروا عليهم معاهم الطون، ها نتوما الطون نفرتوه بحال هكا كنخدمو حنا وليت فرتوه مزيان باش كيتفرتت وكيجيو مالحين زوينين. ها نتوما شتو كيجي كيش مالح سائل. هنا غنديرو هادشي هاد الكمية ياك، وغنشدو هاد الزيت بلاصة داك الزيت نباتي، غنزيدو الزيت ديال الطون، أنا كيعجبني صراحة زيت الطون الريحة ديالو. هنا غنديرو جوج بيضات، بسم الله، بحالي غتخلطي الكيكة، خليطو جليطو بلاصة الملحة راه غدير بلاصة سميتو راه غديري الملحة. هانتوما هنا غادي نديرو سميتو، وهنا غنديرو واحد الكاس ديال تما، هنا غنخلطو كلشي. هانتوما معانا راه كنديرو قليل من الماء باش نخلطو الخليط، حيت خصو يكون سائل باش يخدم لينا. هنا راه درنا البيض ودرنا كلشي، وغنديرو الدقيق، وهنا كنديرو الفرماج. هانتوما الفرماج، الفرماج هو اللي كيصراحه كيخدم. وهنا راه غنديرو واحد الخماره، ندير غير خماره وحده حيت ما نكذبش عليك باش ما يطلعش لينا باش ما يخفرش لينا بزاف. المهم كيش مالح ها نتوما، ها نتوما. وهنا غنحاولو نديروهم في هاد المولات، هما المولات راه صايبناهم درنا لهم الدقيق قديناهم، و راه غنبقى نديرو شويه بشويه ونخليهم ندخلهم الفران. ها شتو راه ما درتهاش سائله بزاف، حيت راه غادي ما درتش عاوتاني الدقيق بزاف. المهم نجيب معلقه، معلقه اللي كنت كنخدم بها ندير بحال هكا شتو، ها هو غنبقى غادي ونعمر المولات ديالنا، نحاولوا نعمروا غير بالقياس. ها نتوما راه كيش سائل، ها نتوما. المهم نتوما راه غضربوا هاد المولات كلشي، غنعمروهم هنا في الاخر غادي نزينوهم بالزيتونه. لا تمرين هانتوما، هانتوما هانا حتى كنكملو هاد الكيش هاد المولات كاملين. المهم نحاولوا عفوكم باش ما يكونوش حيت راه فيه بالخميره. هنا راه بالنسبه للماء داكشي راه اصلا ديك لاصوص راه مالحه، والطون عاوتاني راه مالح.
هنا غادي ندير بحال هكا ونحطها، نحاول نقادو كلشي في هذا، حيت درت في هاد البصريه الصغيره وكنت جمع ليا كلشي. هانتوما نديرهم بحال هكا، هنا غنحاول نديرهم بحال هكا، نغطوهم باش يقادو الفورمة، هانتوما المهم الفورمة ديالو باش تقاد. غنشوفو نحاولو واش نديرو فوقهم واحد شوية د الفرماش. واواخ هانتوما غنديرو شوية د الفرماش، هنا غندخلو من الفران، غنديرو أنا ندخلو من الفران بارد أو ساخن لي عجبكم، المهم حيت راه كلشي طايب. واخ واخ هنا هنا غنزينهم غير بالزيتونه بحال هكا، هانتوما شتو ما كاينش مالح في المتناول. هنا غنشعلو الفران وغندخلوهم، ها هما غنديرهم ان شاء الله، غنسخن الفران واحد شويه وعاد نديرو الكيش ديالنا. ما شاء الله جا خفيف وزوين وفي المتناول. مهم هانتوما والله الا جا واعر، الفرماج وهذا جا الصراحه بنين، الريحه ما شاء الله. هانتوما راه كنحيدهم سخين. هانتوما غنحطهم لكم في صحن التقديم ومرحبا. الكيش ديالنا صراحه جا واعر لا يعلى عليه، جا خطير وخفيف، حتى الخفه خفيف خفيف صراحه، حيت ما درتش انا الدقيق بزاف ولا هذا. هانتوما شفتوا ها هو جا بحال كيكه من الداخل منفوش. شو انا قطعت معكم وحده، جا زوين وبحال هكا الا بغيت ديروا التحريشات بحال هكا مالحين يجوا زوينين بحال هنايا فاطمه. صراحه والله حتى جا زوين وزيناه شي، شو تبارك الله شو والله العظيم الا جا ما شاء الله. ايوا المهم نزينوا المائده ديال الفطور. مرحبا.